هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهارده عندنا فيديو ليكو، هنفرجكم على المشتريات بتاعتنا. السلام عليكم. ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب كلكم تكونوا بخير. هنعمل يعني جوله كده في المحلات والمشتريات بتاعتنا، مش هيبقى محل واحد. اول محل احنا رايحينه دلوقتي رايحين على دولار تري، هنخش دولار وربع تري، هنروح على دولار وربع تري، هنخش عليه وهنجيب شويه حاجات ونصور شويه فيديوهات بالمره كمان. افرجكم بقى على الحاجه اللي احنا نجيبها لما نخش. احنا كده خلاص خلصنا، وبصوا اهو اشترينا شويه حاجات هنا. اشترينا البسكويت ده عشان في واحده بتحب تاكله مع الشاي، مش هنقول مين يعني، هنقول بس ان في واحده بتحب. يعني ليلى حرام ويظلموها. انا بحب مع الشاي او مع القهوه. وجبنا شويه من دول، ما كناش لاقيينهم فلقينا شويه، قلنا بقى نلحقهم قبل ما يتاخدوا. دول بنحط فيهم رز بلبن او مهلبيه اي حاجه زي كده. جبنا دي خمسه، وجبنا دي عشان شعر القطط تفضلي تلفيها كده. البنت خدت الكوبايه من محمد وما رجعتهاش، حزينه انا. يعني شايفين الفلينه زي كده تبقى مليانه شعر قطط؟ ايوه ده كده نضيفه وحلوه. تمسكي دي بقى بتبقى حته ملزقه كده لما تفتحوها وتفضلوا تلفوها كده على الهدوم بتشيل الشعر. وجبنا كنت اقول زبادي. اسمه الصابون دوت، ده صابون بتاع الايد بتحطيه في علبه صغيره وتستخدميه، دوت الريفيل يعني بتاعه. وجبنا الكرتونه الكيوت ديت عشان ادي حد فيها هديه، وانا ما اعتقد اني خلص كده يعني اللي احنا جبناه من دولار تري. اي نو ده اللي احنا جبناه اهو، نحطوه في العربيه. نحطوه في العربيه وهنشوف هنروح على فين. احنا كده روحنا 99 سنتس اللي هو برضو محل يعني بدولار، بس هو مش بدولار برضو زي دولار تري كده. واهم حاجة احنا جبناها دوت، شكله حلو قوي. ده لبان معمول بالدراجون فروت، نوع من انواع الفاكهة، وبالليتشي برضو نوع من انواع الفاكهة، شكله حلو. انا عايزة اجربه. بصوا الفاكهة شكلها حلو قوي. هو باين اهو شكله حلو جدا. وافرجكم بقى على بقية الحاجة اللي احنا جبناها. اهي جبنا شوية بيبس زيرو، وجبنا الفلفل المشطشط دوت اللي هو اللي بيبقى ناشف، وجبنا كيس جزر مبشور، وجبنا الكريز حبيب قلب ليلى. وجبنا العصير دوت، عصير برتقان عشان ليلى تاكله لما تيجي، والموز المقطوع. جبنا كيس موز. هي دي شويه المشتريات برضو اللي احنا جبناها من هنا. وهنروح للي جاي، هنروح على محل اسمه سمارت اند فاينل، مش عارفه نجيب منه ايش. انا مش محتاجه حاجه، انا بس لما بمشي كده بلاقي حاجات حلوه زي اللبان بشتريها، انما انا مش محتاجه حاجه بصراحه. احنا غيرنا راينا وقلنا طالما احنا هنروح محل جمله نروح سامز بالمره بقى، ما نروحش سمارت اند فاينل، فهنروح سامز. هناك الحاجه اكبر وارخص، فاحنا كده وصلنا سامز وهنخش جوه بقى نشتري شويه حاجات مهمين جدا لليلى. احنا كده وصلنا سام اهو، سامز كلوب. هنجيب منه شوية حاجات يعني هالوين كده، مش حاجات كتير. احنا لسه ماشيين بقى عشان هو كبير زي انتم شايفين. بصوا فاحنا عايزين نروح اخر المحل تحت هناك، فلسه ماشيين. هنروح اول حاجة على عصير ليلى قبل ما نلاقيه خلصان، عشان احنا جينا اخر مرة لو تفتكر الفيديو اللي فات جينا ما لقيناش عصير ليلى، فمحتاجين نروح ندور على عصيرها هتلاقي ان شاء الله قبل ما يختفي. لقينا العصير اخيرا اهو، فقلت بقى لازم اشتري كله اهو. بصوا جبت العجله كلها مليانه. ليلى بتخلص كرتونه واحده في الاسبوع او اقل من اسبوع، فده يا دوبك يقعد معاها شهر يعني، ده لو قعدوا شهر. فجبت لها شويه الهالوين دول جايه بقى عشان ما يبقاش شيل ثقيل وكده. المحل ده يا جماعه هو يعتبر جمله، وبيبيع لك احجام اكبر من محلات الوول مارت والمحلات دي. وليه كارت، الكارت بتخش بيه اللي هو اسمه ايه؟ نمبر شيب. يا بتخش بيه، فلازم تعمليه في السنة ب 45 افتكر، ب 45 بس. فأنا حبيت يعني أقول لكم المعلومة للناس اللي جاية جديدة أو الناس اللي بتدور عليه. هو موجود افتكر في ولايات كتير جدا، هو وكاسكو. كاسكو كمان موجود في كندا، بره أمريكا يعني، موجود في كندا وفي المكسيك وموجود في بريطانيا كتير. ما أعرفش الزيت أهو. روح اجيب ميه، احنا وصلنا للميه اهو، فانا رايحه اجيب ما شاء الله الميه من يا حاتين كتير عشان مش عايزين. نعم مش مكتوب ما شاء الله الميه فين؟ افتكر لما الورقه بتبقى صفحه مكتوب عليها مش عارفه، مش مكتوب حاجه، بس انا هاخد واحده عامه، انا مش محتاجه كتير. بس هم عاملين نمتر عصير ثلاثه، بس انا اخدت سته. انا جبت الميه الصغيره وعايزه بقى
عايزه بقى ام فيها تحت، حط العصير تحت. هجيب بقى واحده من الميه اللي هي الكبيره ديت اهي، بنجيب ديت بنعمل بيها القهوه، والصغيره ديت طبعا اللي هي اي حد يشرب منها يعني اللي عاوز يشرب منها كده. هنجيب كمان واحده من الورق ده، ورق الحمام اهو، فيها 45 واحده ب19. دي شركه سامس كلاب نفسه، فانتم شايفين هي احجام كبيره قوي، فهتحسوا ان العجله اتملت قوي، بس هي مش مليانه قوي. واحده من بتاعه المطبخ، دي بتاعه المطبخ اهي برده، حطينا على ست، حطيناها ب17. هي بتبقى بكام؟ كانت ب17، كانت اغلى من كده، مش عارفه. ب17 الواحده، فيها 15 واحده ب17. هي طب هنمشي ازاي؟ هنمشي كده عادي ونعمل حوادث. بصوا حطيها تحت بقى كده، احنا خلاص نعتبر جبنا كل اللي احنا محتاجينه. سي هتشوفي الزيت اكيد مش هيبقى موجود، يعني انت من ساعه ما عملتي الممبرشيب، من ساعه ما عملتي الممبرشيب معاهم وزيت الذره اختفى. انت عاوزه ايه؟ زيت زيتون؟ اه كل دول انواع زيت زيتون. خدي ده شكله حلو، ايطالي شكله فخم، ايطالي. ده زيت زيتون ومعاه بوسامك فينيجر. اهو ده زيت زيتون، ده زيت زيتون، هما بس دول الانواع الزيتون. وانا ماشيه كده في المحل لقيت كرواسانت بيبص لي وانا ببص له، تعالي اشتريني والنبي. ورحت قلت لازم اشتريه، فاخدت واحده. بحب الصغير، في الاحجام الصغيره دي، ده الصغير بيبقى فيه كام واحده؟ 20 واحده. وفي الكبير، ده الكبير اهو بيبقى محروق دايما، فعشان كده ما بحبوش، وعشان هو كبير. انا جايبه امبارح ده، فيه 12 واحده اهي، نفس السعر، دي بخمسه ودي بخمسه، دي فيها 12 دي فيها 20، ده الفرق. واحده محروقه واحده مش محروقه، كل واحد يقرر هو عاوزه بقى. جيت انا ومحمد امبارح واشترينا، شفتي بقى جيت من غيره. يا وجيتي بيا برضو. بصوا البسكويت ده شكله حلو قوي، بصي ب20، في 60 واحدة، وفي كام نوع؟ 1 2 3 4 5، خمس انواع، شكلها حلو قوي. بس دي طبعا الحفلات عشان فيها 60 بسكويتة، طبعا هينشفوا لو متاكلوش، فدي للحفلات. ده كده هيبقى خلاص اخر الفيديو. انا دلوقتي مستنية ليلى في الطابور بتاع المدرسة، واقفة مستنيهم يفتحوا الباب عشان اروح اجيبها، فهجيبها وهنهي الفيديو بقى، بس هخليها تقول لكم هاي قبل ما انهي الفيديو يعني. فمستنيه من الطابور واروح اجيبها انا اول واحده في الطابور. دخلت العربيه اهو، جبت ليلى. ليلى اهي، قولي باي. قولي هاي. قولي هما الاثنين هاي. باي باي. يعرف ان احنا خلاص ننهي الفيديو. هاي وباي ومع السلامه. تعبانه شويه، ف زي انتم شايفيني مش مركزه قوي، بس هو ده هيبقى اخر الفيديو. اتمنى يكون عجبكم المشاريع بتاعتنا، واشوفكم في الفيديو ايه هي عجبادها ان شاء الله، واشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. باي.